لماذا الإبادة الجماعية للمسيحيين الحدث اليوم؟ يعود تاريخ الشعب الأرمني إلى أكثر من 6000 سنة، وذلك حين انغصوا بحضاراتهم وتمدنهم ما بين القوقاز والأناضول، وهم مسيحيون، وفي الواقع الدولة المسيحية الأولى التي اعتنقت الديانة المسيحية في سنة 301، وكان ذلك قبل 13 قرناً حين اكتشف الأوروبيون أستراليا. وإن قرار اعتناق المسيحية كان يعني إنهم سيصبحون من أشهر الأبطال المسيحيين الذين استشهدوا في التاريخ الحديث. إن المؤرخين و30 دولة بما فيها الدولة العثمانية وحلفائها كالنمسا وألمانيا أقروا واعترفوا أن الإبادة الأرمنية وقعت خلال الحرب العالمية الأولى، وفي الواقع إن الإبادة الأرمنية وقعت فيما يقارب 1000 سنة، وذلك في سنة 1064 عندما احتل الأتراك السلجوقيون آسيا الوسطى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50,000 شخص في العاصمة الأرمنية آني التي تشتمل على 1001 كنيسة أرمنية. لقد حرص الأتراك عندما استعمروا الأراضي الأرمنية التي تعرف اليوم بدولة تركيا على تأكيد مبدأ خضوع الأرمن الذين يعتبرون الشعب الأصيل بهذه الأراضي. ومع مرور القرون فقد تم تخفيض نسبة الشعب الأرمني مع مواطنيهم المسيحيين إلى أقل من 25% قبل الحرب العالمية الأولى، ولقد زهقت بطريقة فظيعة 300,000 روحا في المجزرة الحميدية ما بين سنة 1894 1896 و30,000 روحا في المذبحة التي جرت في مدينة أدنا في سنة 1909. لقد توصل القادة الأتراك إلى الحل النهائي بما يتعلق بهذه الأقلية باستغلالهم فكرة صدور فتوى الجهاد ضد المسيحيين في 14 تشرين الثاني سنة 1914، وكان ذلك مخططا من قبل، وقد أشار إليه هتلر قبل احتلال بولندا بعد 25 عاما. قبل ساعات من دخول الحلفاء تحت راية الحرب لمساندة الأتراك بشكل ما لإلقاء اللوم على الدول المستعمرة كفرنسا وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا لحصول هذه المجازر، وإن قتل الشعب الأرمني بدأ في القسطنطينية وليس بعيدا عن مدينة كاليبولي، حيث اعتقل مئات الكهنة الأرمن وأعضاء المجلس وآخرون من القادة، وسجنوا وأعدموا بطريقة وحشية في 24 نيسان 1915. لقد لقن الأتراك أولادهم إن الأرمن هم خونة للإمبراطورية العثمانية، واستنادا على هذه الثقافة السلبية إن الملايين من الرجال غير المسلحين فضلا عن النساء والأطفال يستحقون الموت، واستغلال الحرب كحجة لاعتبارهم ضحايا الحرب والجوع والحصار، وذلك لنقص المواد الغذائية والحياتية الضرورية. ولكن الإحصاءات تؤكد عكس ذلك وتقول إن الأتراك هم الذين تسببوا في مقتلهم. لقد تم تجنيد آلاف الأرمن من ضمن الجيش التركي البالغ عدده 3 ملايين عسكريا، وقتل أكثر من 750 عسكريا، وفي تلك الأثناء قتل ما بين 2.5 مليون
إلى 2.5 مليون من المسيحيين الأرمن السريان واليونانيين بعد تعذيبهم بطريقة وحشية لا يمكن تصورها على غرار ما يفعله داعش اليوم. لقد توفي حوالي 50% من الأتراك المسيحيين مقارنة مع القتلى في الحروب الذي بلغ عددهم 25%، فضلا عن الإصابات التي حصلت بين المواطنين الإسلام والذي بلغ عددهم 2%. فأصبح مجموع ما يمثله المسيحيون يقارب نسبة 75% من القتلى والضحايا الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى. أما الذين نجوا من الحرب فقد أصبحوا عبيدا وسبايا واستغلوا جنسيا أو أجبروا على اعتناق الدين الإسلامي، وكان ذلك نهاية المجزرة الناجحة في التاريخ الحديث، ولكن ليس نهاية المخطط الإجرامي. لقد تابع الأتراك بعد الحرب العالمية الأولى تدمير أكثر من 2400 من أماكن المقدسة المسيحية، ولا يزال مستمرا حتى يومنا هذا، كما طمست أسماء الأماكن التي تحمل الآثار الأرمنية ودمرت وهدمت في حملة متعمدة بهدف محو الثقافة والحضارة الأرمنية العريقة. ولم يكن هذا ضمن مخطط الحرب العالمية الأولى. لقد أدانت المحاكم العثمانية بتاريخ 10 حزيران 1919 القادة الأتراك واعتبرتهم مجرمي حرب لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليهم بالموت. وبالرغم من ذلك إن تركيا تنكر حتى اليوم وبكل وقاحة هذه المجازر، وتنفق الملايين من الدولارات الأمريكية لإعطاء معلومات مضللة وغير دقيقة بما يتعلق بهذه المجازر، مع العلم إن مؤشر حرية الصحافة عام 2016 صنفت تركيا 151 من بين 178 دولة. مع هذا فهي تنكر بعار المجازر التي قامت بها بحق المسيحيين الذين يمثلون اليوم 0.2% من سكانها. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذا الإنكار؟ ويمكن أن يكون الجواب على هذا السؤال إن القادة الأتراك لا يملكون الشجاعة الكافية للاعتراف بتاريخهم أسود المظلم، على عكس بعض الأكاديميين الأتراك الشجعان الذين يفصحون عن الحقيقة فيلاحقون من قبل السلطات التركية ويواجهون عقوبات قاسية بسبب مناقشتهم عمليات الإبادة الجماعية، وذلك في ظل قانون العقوبات التركية رقم 301 على غرار ما يفعلونه اليوم. يعتقد القادة الأتراك إنهم سيواجهون عواقب متعددة، ليس فقط إذا ما اعترفوا بحقيقة المجازر التي ارتكبت ظلما بهذه الشعوب، بل أيضا لاستيلائهم على الأموال المنقولة وغير المنقولة وعلى الأملاك التي لن تعود إلى أصحابها بعد الحرب. لقد أصدرت الحكومة العثمانية قانون 1915 يجيز لها بالاستيلاء على الأموال والممتلكات المسيحية المهجورة، ويعتبر هذا القانون من الدلائل الدامغة التي تدين الدولة العثمانية لارتكابها الإبادة الجماعية بحق المسيحيين. لقد استعمل الأتراك الأموال التي حصلوا عليها باستيلائهم على الممتلكات والأراضي الأرمنية لتجنيد المرتزقة من الشيشان والأكراد الذين قتلوا فعليا المسيحيين وذبحوهم، وكذلك للألمان الذين ساندوهم بتأمين لوازم الحرب. واستنادا عليه إن الشعب الأرمني هو من دفع بالفعل تكاليف مجزرته. يجب على الغرب أن يشعروا بالعار، لأن بعضا من هذه الأموال المغموسة بالدماء قد اكتشفت في برلين بعد الحرب العالمية الأولى،
ومن ثم قد تبادل الفرنسيون والبريطانيون هذه الأموال ويستخدموها لصالح شهادات الخزينة الأمريكية بدلا من إعادتها إلى الأرمن الناجين من الذبائح الأرمنية أو إلى الهيئات الروحية. ربما اعتقد الأتراك بتضليلهم وقائع والمعلومات وتهديداتهم، من ضمنها تهديد البابا فرانسيس باعترافه بالإبادة الأرمنية. للأسف إن الأتراك يعانون اليوم ويعيشون مع القهر والخطاب العنصري. لقد نعت الأرمن بالطفيليين من قبل القادة الأتراك الذين كانوا غزاة ومستعمرين منظمي القتل المنهجي للأقلية المسيحية على مدى قرون عدة. علينا أن نعترف بالماضي ولا نتجاهل أو نصرف النظر عن الإبادة الجماعية العنصرية المسيحية التي ارتكبها الأتراك، ولا نتجاهل أيضا كراهية الإسلام الراديكالي وتهديده ونسكت عنها. إن المسيحيين أصبحوا منقرضين في الأراضي التي ولدوا فيها، ويبقى السؤال المطروح في هذا المجال: أي نوع من العالم سنخلفه لأبنائنا إذا بقينا صامتين ومكتوفي الأيدي تجاه مثل هذه المجازر الجماعية وإذا لم نفعل شيئا؟ لين ويكس، 5 شباط 2017، تشير الإحصاءات العثمانية إن المسيحيين يشكلون 17% من السكان فيها، بينما لم تسجل الكنيسة عدد المواليد والوفيات، وعليه من المرجح أن تتراوح نسبة ما بين 20 إلى 25% كحد فاصل. لقد ناقش الدكتور البروفيسور التركي أغور أغنور موضوع الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني وعن المصادرة الغير الشرعية والغير القانونية لأراضيه وممتلكاته.